انا ما تصورتش روحي نهار اني مش ندخل يصير فيا كيك. احنا في دولة القانون، انا في تونس، مشنا في دولة حرب. السجون معناها تدخل حبس التونسي اللي يصير فيك ما يصيرش في ناس معناها في قندهار ولا في دولة ما عندهاش قانون. في قندهار ولا في دولة ما عندهاش قانون. معناها انا على جال انا مستثمر تونسي وشاب وخدمت وحبيت نخدم نمشي للحبس. السجين في تونس ب 54 الف دينار، ب 54 دينار، من 54 ل 57 دينار يتكلف. يا دولة انت لهنا شنو انت حاطني في الحبس وتصرف عليه كل يوم في 54 الف؟ عليه انك تحطني انت ريشيرشي ولا تحطني في الحبس، شنو افادك تصرف علي اللي انا كي نخرج برا ما نصرف 57 الف على روحي في النهار؟ ما نصرفهاش بدخانك بكل شيء، ما تتصلش تصرف على روحك 57 دينار. انا ثقتي هي كلمتي هي سمعتي في السوق. انا ما نخسرش فورنيسور، انا نخسر نبقى انا الشر وما نخسرش فورنيسور. على جال انا سمعتي اي تاجر في تونس وفي العالم التجاره شنو هي سمعه. انا كنت نضربها مع فورنيسور ضربت مع الناس كل. انا كنت خدم في 24 خدام نلقى روحي في الحبس. انا عندي ولدي ما ريتوش خليته لحمه، انا ودي يجري تو راجل ما ريتوش، انا امي عملت عمليه. معناه ما ثمش انسان في العالم عنده انسانيه، واي انسان يسمع فينا ونتوجه له ونقول له تنجم تبعد على ولدك شهر؟ عندك الجرأه انك تبعد على ولدك شهر؟ انا خليت ولدي راه دمع الرجال، مش نبكي على الرجال انا تظلمت، راه انا نبكي على الرجال تقهرت في بلادي ما بين اهلي وناسي في دولتي، تعود تعاوني وتقف معايا تهيني وتبكيني، تعود تعاوني وتقف معايا تهيني وتبكيني. أنا صاحب مشروع، أنا عندي معمل متاع الفا وفلاح، أنا ريشيرشي على الشيكاتا مطلوب عدلين محكوم ب 11 سنة. السوم متاع الشيكات كانوا 71 مليون، خلصت منهم تو بريسك 30 مليون ما يفوتوش. محكوم عليهم ب 11 سنة. انا من بعد الكورونا، احنا دومين العلفة معروف في تونس والناس كل تعرف وتحكم فيه بارونات معينة، دومين معناها يا تخدم معاهم يا تتحمل مسؤوليتك. دومين يخدم ياسر بشيكات ومعروفة، دومين العلفة يخدم ياسر بشيكات. تلزينا في بعد الكورونا، بعد الظرف العالمي والظرف الاقتصادي اللي تمر به الدول الكل، بعد 6 شهور انا في 6 شهور مسكرين فيهم هذوكم، انا عندي سلعة 200 مليون معينة بعد المنفذ، لا واحدة مايس وسوجا فزدت 200 مليون سنة عندي معاينة بعد المنافذ موجود. بعد ولينا نخدمه بالضمان، قال لك خويا أنا ما نجمش نعطيك سلعة تعطيني شيك ضمان، اللي هو هذا في القانون التونسي ممنوع. ممنوع، ما عندك حتى حل، يا تخدم يا ما تخدمش، وثلاثة من الناس يحكموا في العالفة في تونس. أنت ما عندك حتى حل باش تعطيه الشيك هذاك كضمان، والمستفيد لهنا وين القانون اللي يمنع المستفيد أنه ياخذ شيك كضمان؟ شوين تحاسبش المستفيد؟ هو ما فوق القانون والناس كل تعرف هذا، تعرف ان عنا بارونات في تونس فوق القانون، ما يستعرفوش بالقانون. وصلنا قدام راه ممنوع شيك ضمان. عجل انا عندي زوج شيكات وفيهم قضية تحايل خلصوا مرتين، واحد فيه 8 مليون و700 محكمة جندوبة، وواحد فيه 2 مليون و800 مسحوبين زوز على الامان بنك، فهمني؟ هذا الكل معناها باين في الخدمة. بعد تمشي له تقول له راني ما نجمش، اول شيك دخل معناه اول شيك دخل للمحكمه يصب لك الشيكات الكل. انا عندي شيكات قبل الضاد بثمانية شهور صبهم وقت رجع له اول شيك، اول باش تخلص باش تخدم. بعد يجي حبسك ويقول لك انا ما نعطيك السلعه الا ما تخلصني في شيكاتي. تخلصوا في الشيكات، صارت مع جروب الفا خلصتهم في الشيكات، قال لك خويا انا ما عادش نتعامل معاك هك خالص. هلا غالب صارت كنا كورونا 6 شهور حابس سلعتي لوحدها، قال لك خويا خلصني ماش نتعامل معك فوق القانون. انت توا كشاب تونسي صاحب مشروع اليوم معناها كل شيء تسكر في وجهك، المشروع متاعك حابس محكوم في شيكات، عندي رقم
وقل لي أنت يعني حسب ما تفهم أنت أو توجه بالسؤال للدولة والسلطات المعنية، 7200 يقبعون اليوم في السجون التونسية عكس الأرقام اللي قاعدة تعلن عليها وزارة العدل. اليوم السجون التونسية معبية تغص بالمحكومين في جرائم كما يسميها القانون التونسي جرائم إصدار شيك دون رصيد. تكلفة السجين الواحد يوميا 56 دينار. الدولة شرابحة بالضبط كي شدتهم في الحبس. أنا حسب المعطيات اللي نعرفها عنا قريب 7200 مسجون في الشيكات. أنا البيت اللي توقفت فيها قريب 26 واحد شيكات، واضح معناها رقم رهيب. كي تسمع 7200 وبعد تسمع ناس معينة في الدولة يقول لك ليه راه رقم شغال، أنا البيت اللي توقفت فيها أنا قلت لك النوم، معناها شوف قديش من سجن عنا وقديش عنا من بيت، مش بيت راه مش سجن هو قمة الإهانة راه اللي ما يعرفش الحبس. أنا من هنا نقول الله لا يوريه للعدو، قمة الإهانة راه قمة تصوروا في بالك يصير في الحبس يصير بالحق. أنا نحكيها تو بالغصة، أنا ما تصورتش روحي نهار أني مش ندخل يصير فيا كيك. احنا في دولة القانون، أنا في تونس مشنا في دولة حرب. السجون معناها تدخل الحبس التونسي اللي يصير فيك ما يصيرش في ناس معناها في قندهار ولا في دولة ما عندهاش قانون. قمة الإهانة، قمة اللا إنسانية، العذاب الكبير تشوف. أنا نحكيك حاجة، أنا بعد ما خرجت من التوقيفة أنا بقيت برسك شهرين نعدي عن كيني. رانا مش الناس تعرف الحبس في تونس، رانا الحبس في تونس راهو 4 رجال على جراي، ما تنجمش تتقلب جنبك تفز الصباح هذا الكل راقد، ما تنجمش تتقلب. وصلت 7 رجال يرقدوا بجنب بعضهم قدس، هي سامحوني لغة حبس يقول لك قدس. شو معناها قدس؟ معناها 7 رجال و4 رجال و5 رجال ترقد فرد جراي وتلقى ضعيف تلقى سمين تلقى نظيف تلقى المريض. قمة الإهانة، معناها انا على جال انا مستثمر تونسي وشاب وخدمت وحبيت نخدم نمشي للحبس. السجين في تونس ب 54 الف دينار، ب 54 دينار من 54 ل 57 دينار يتكلف. يا دوله انت لهنا شنو انت حاطني في الحبس وتصرف علي كل يوم في 54 الف؟ عليه احسب انت 54 دينار ولا 57 دينار على 7200 مسجون. انت لهنا كي تحسبهم خرجني انا رجعني للدوري الاقتصادي، خلنا نرجع نخدم ونخلص، انا نخلص انت ونخلصك الفورنيسور ونخلص الناس كله ونخلص السيناسيسي ونخلص قبالتي. انا كي تحطني انت ريشيرشي ولا تحطني في الحبس شنو افادك تصرف عليا؟ اللي انا كي نخرج برا ما نصرف 57 الف على روحي في النهار، ما نصرفهاش بدخانك بكل شيء، ما توصلش تصرف على روحك 57 دينار. يعني الدولة لهنا حمايه المستفيد بالقانون كما قاعدة تقول؟ مستحيل المستفيد لهنا مستحيل مخلصش. وأكثر من أكيد الدولة تزيد تصرف علي أنا الداخل في السجن، تصرف علي دواء، تصرف علي ماء، تصرف علي ضوء. في بالكم أنتم في الحبس ما تعرفيش العباد الضوء ما يتفاش وتلفزة ما تسكتش ليل ونهار ليل ونهار هكا قال القانون، قانون السجون ليل ونهار التلفزه ما تطفيش راه والضو ما يطفيش راه البيت 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 تهز في 40 50 تلقى فيه 300. قلت لك 4 رجال وخمسه رجال والناس كل تعرف تم شكون تخلى السجون يرقدوا 4 في جريه و5 في جريه. ناس ترقد في البياصات، ناس ترقد لوطه في القاعه، وناس ترقد بجنب الفروشات. فهمتني؟ قمة الإهانة. أنت الدولة هنا تصرف عليه في 57 ألف، خرجني ما تخلصش تخلصنيش خوي، ما تخلصش علي، خرجني أنا نخلص المزود متاعي اللي المستفيد متاع الشيك. أنا نحب نخلصه، أنا تاجر، أنا ثقتي هي كلمتي هي سمعتي في السوق. أنا ما نخسرش فورنيسور، أنا نخسر نبقى أنا للشر وما نخسرش فورنيسور. على جال أنا سمعتي أي تاجر في تونس وفي العالم التجارة شنو هي سمعة. أنا كنت نضربها مع فورنيسور تضربت مع الناس كل. انا كنت خدم في 24 خدام نلقى روحي في الحبس. انا عندي ولدي مريتوش خليته لحمه، انا ولدي يجري تو راجل مريتوش، انا امي عملت عمليه. معناه ما ثمش انسان في العالم عنده انسانيه واي انسان يسمع فينا ونتوجه له ونقول له تنجم تبعد على ولدك شهر؟ عندك الجرأه انك تبعد على ولدك شهر؟ انا خليت ولدي راه دمع الرجال، مش نبكي على الرجال انا تظلمت، راه انا نبكي على الرجال تقهرت في بلادي ما بين اهلي وناسي في دولتي، تعود تعاوني وتقف معايا تهيني وتبكيني دمع الرجال ودمع نسيرها وخايب. احنا قلنا لك اخوي
انا نحب نخرج، رجعني للحركه الاقتصاديه، اعطيني مهله، اعطيني قانون نخلص. انا نحب نخلص، علاش ما عمليه ملوح؟ انت كان نحكي لك الصاير فينا، البنكيج انهارت عندك يجري وراك ونسميهم، ما عنديش مشكل. انا كنت نخدم على عندي زوج بنوك نخدم معاهم، نعمل في شيفر دافير 300 مليون في الشهر مش في العام، ويعرفوني، وكان نسمي روحي تعرفوا انا عجل وشرشي، ما نحبش يعرفوني شو كيفاش وعلاش. يجيك يحاولك، والله عندي بنكيجي قاي استنى فيه في بيروية ساعتين، وبعد اول واحد حكى بي، انت حاطينك امين على سر العبيد ولا تمشي تحكي بالعبيد؟ اش دخلك انت؟ انا رجع لي شيكات تمشي تحكي بي، هو مشى حكى بي، يجي سبع فرنساريت صابوا لي الشيكات ونوريك دوسيان. ثم الشيكات عندها يلزمها بعد 8 شهور باش تتصب على ضمان الفرنسور، تصبت كل طلبت، وقال لي خويا البنكيجي نتاعك طلبني، قال لي احمي فلوسك. اي انت كي تعمل كي على جيني من الاول، انت كبنك على جيني من الاول، ومرحبا بيك وحطك فوق راسك شرب قهوه ويجري معاك وما يخلي ما يعمل معاك. انا نمشي نخلص شيكاتي، انا ما ثم رئيس محكمه يرحمه ودي سيد القاضي اعطاني ورقه باش مشيت خلصت على جالك، مشيت نخلص في الشيكات في العفو نتاع سيد الرئيس. قالوا لي لا يلزمك تخلص الشيك وتخلص الروج. كيفاش نخلص لك الروج حاجتي بورقه عاد المنفذ؟ انا انت مخرجني قبل في 500 الف نقاه 17 مليون، كيفاش تجي ذي؟ انت خرجتني 500 الف الروج اخر مره تعاملت انا وياك، عندي 500 الف الروج نقاه 17 مليون عليه في مخرجني في 2 مليون ونص بنك الشركه، مخرجني في 2 ملايين ونص روج وقت كنت نخدم، وقت حبست وصارت المشكلة، بعد مشيت نخلص عندي الشيكات وخذيت إذن مع عند سيد رئيس المحكمة باش ناخذ ورقة عدل منفذ، عجل سيد الرئيس عطانا عفو، يقول لك تخلص أصل الدين وتجيب لنا التتبع العدلي اللي هي ورقة عدل منفذ 70 دينار. كي مشيت قال لي لا ما نعطيك ورقة عدل منفذ 70 دينار هذيك إلا ما تخلصني في 17 مليون روج. بنا قانون، أعطيني خويا أنا 17 مليون كيفاش؟ وأنا نخلصك فيهم، أنا نبيع كلوة خويا. انا صيت قهرت، بعدت على ولدي، بعدت على عائلتي، امي مرضت مريتيش، انا مستعد اي حاجه، المفيد نرجع للحركه الاقتصاديه ونرجع لعائلتي ونرجع ننشط. انا نحب نخلص، انا تو نخمم كان يفرجها ربي كيفاش نرجع انا للعبيد، كيفاش نرجع نكلف لي فورنيسور نتاعي نقول له راني رجعت نحب نخدم. انا ما عادش حاجتنا بحد شيء، احنا نحبوا تو قانون يضمن لي انا حقي ويخرج يرجعني الحركه الاقتصاديه ويخرجنا من الرشارش ومن السجون ونرجعوا نخدموا. رانا مشنا متحايلين، رانا نحن قمرنا بحياتنا، وقت انتم راقدين احنا نخدموا في الكورونا، احنا اللي خدمنا، احنا قمرنا بحياتنا، احنا قمرنا مستقبلنا، ولا انا اش مدخلني لا ناخذ قرض من عندك ولا نصرف ولا نعمل شيء، واني راقد نطالبك انك تخدمني. انا قلت لا نخدم ونزيد للبلاد، وخدمت في دومين الكل وبارونات، والناس كل تعرف دومين العالفة شنو معناه، وخدمت وكبرت. جت الكورونا 6 شهور خليت تقريبا 700 مليون خسار، اي شنو نعمل شنو ذنب؟ وبعد قلت لي هاو ثم لي دو كريدي للشركات مضر، تمشي تلقى ناس مش مضر خذاته وانت مضر، يقول لك لي اخوي انت انترتي في الروج ما نجم نعملك شيء. انا مشيت عندي دوسي في هزيت رهن داري، قلت له خي داري هاي بقى ماك، انت خرجت خبير ب 405 اعطيني 200 مليون نخلص شيكاتي ونرجع للحركه الاقتصاديه. وصل للدوسي صيت تخدم ما شاء الله هدويتي دو بروجي وخدمه كامله، يوصل مش صح يكلموني يقول لي تعذر علينا هذا كل ما في بدناش بيك اللي انت انترديد شيكي. خي انا مسافر في 50 مليار، انا مسافر في 30 مليون شيكات كانوا ايش في 70 خلصت، ما عادش نجم نخلص اكثر من هكاك. انت مش تعطيني رهنت لك داري، مش تعطيني مونتا معين، مش نخلص شيكاتي خويا، خلص لي انت شيكاتي ونرجع للحركة الاقتصادية. هو عندك رهنية اي لا تاخذ قرض، لا تاخذ من اكثرش من انت، ما تمشيش تاخذ جمعية تنموية. وعلاش قال لك احنا رانا نخدموا تو بسيستيم اسمه سيستيم دو ريسك، يضرب عليك لا ليزينك تعطيك، لا انت تعطيك، لا حتى جمعية تنموية تعطيك، لا كبير لا صغير. واكثر منك كي انت معناها راهو اجتماعيا واخلاقيا وكل شيء ما يجيش. تعذب فيا بالسجن، وتعذب فيا في خدمتي، وتعذب فيا في داري، وتعذب فيا في نفسيتي. انا ماشنا طالبين شيء، احنا طالبين الدوله تشرع لنا قانون نرجعوا به للحركه الاقتصاديه، نخلصوا العباد ونرجعوا نخدموا ونرجعوا لعائلاتنا. وما ثمش انسان مثل تونسي يقول لك الخلاص فرحه،
فمش فرحه كيما فرحه الخلاص راه.